اهو جاي هناك اهو يا بابا. هو في صباح الخير يا جدو. انت واخد جدو ورايح فين بدري كده يا عم شكش؟ كنا جايين لك ابوك. طيب ما بعتليش ليه يا جدو؟ انا كنت جيت لك وخليتك انت مستريح. وهتيجي الراحه منين بس يا ابوجي بعد اللي عملته؟ انا عملت ايه بس يا جدو؟ فرطت في الامانه يا ابوجي. امانتي يا جدو بس انا مش فاهم اي حاجه. بابا يقصد الخريطه يا ابوجي اللي سلمتها للعصابه. كنز اللي جدك وقال الحرس ابوه امانه في ايدك، ازاي تفرط فيه؟ انت كمان عرفت يا جدو؟ وهي دي حاجه تستخبى برضو يا ابوجي. الكنز ده لازم يرجع وباي ثمن. هيرجع ازاي بس يا بابا؟ هو اللي بيروح عند العصابات بيرجع؟ مش كل اللي يروح اشكشك تتنازل عنه. الكنز ده ملك الاهل الحاره وكلهم مستعدين يعملوا المستحيل عشان يرجع، وانا اولهم. يلا بوجي تعال، يلا عرفنا مكان العصابه دي فين. مفيش داعي يا جدو. ازاي بقى بعد ده كله تقولي مفيش داعي؟ ايوه يا جدو، لان الكنز ما ضاعش والعصابه ما خدتش الخريطه الحقيقيه. امال كنت اجيب جهاز تاني منين يا زيزي عشان اتدرب عليه؟ ولا مين اللي كان يأمن لي ويخلينا فك جهاز بالشكل ده؟ بس انت غلطان يا زيكا، كان لازم تستأذن قبل ما تعمل حاجة زي كده. أنا عارف، لو كنت قلتلكم ما كانش حد هيوافق. غلط يا زيكا، غلط إنك تصدر حكم على حد من غير ما تعرف رأيه. ما هي زيزي هي طنط شفيقة، أول واحدة ما كانتش موافقة. برضو بتتسرع في الحكم عليها من غير ما تسألها. ما ينفعش كده يا زيكا، لازم تسمع رأيها الأول وبعدين تحكم عليها. عندك حق يا طنط شفيقة، بس أنا كنت خايف لما توافقوش وتدون الفرصة عشان أختبر قدراتي وأثبت لنفسي إني اتعلمت صيانة الكمبيوتر. بس أنت غلطان يا زيكا، كان لازم تستأذن قبل ما تعمل حاجة زي كده. المهم دلوقتي يا طنط شفيقة، أنا عايزة جهازي يرجع زي الأول. اطمني يا زيزي، أنا هرجعلك الجهاز زي الأول وأحسن. أنت أكيد تعرف تصلحه ولا نتصل بالمهندس؟ لا يا طنط شفيقة، أرجوكي دي فرصة عمري عشان أثبت لنفسي إني اتعلمت الصيانة. طيب وريني شطارتك يا زيزيكا. من فضلك المهندس زيكا، ولك مني متواضع يعني. الحمد لله، ربنا قدر ولطف والكنز ده ما ضاعش. ايوه فعلا الحمد لله، اهل الحاره بتاعتنا ناس غلابه فرحوا بالكنز. عندك حاجة يا عم حسن، انا شخصيا ما كنتش عارف ايه اللي هيجرالي لو الكنز ده ضاع. البركه في بوجي وذكائه. المهم كلنا عرفنا دلوقتي ايه اللي لازم نعمله مع بوجي وطمطم وطماطم. امال بوجي وطمطم وطماطم لازم نشيلهم في عينينا، مش كل مره تسلم الجره. ايوه ما هو لازم كلنا نخلي بالنا من الكنز، لازم نفتح عينينا كويس. ايوه اخوانا، بس الموضوع ده مش سهل، خصوصا بعد العصابه ما هتكتشف اللي بوجي عملوا فيهم. دول ممكن يعملوا اي حاجه. يعملوا اللي يعملوه يا عم حسن. الله، المهم ان احنا نكون مستعدين لهم. بالظبط، لازم نكون مستعدين بجلطه 100%. خلاص يا ستي، الكمبيوتر رجع زي ما كان. الحمد لله، برافو عليك يا زيكا. استني يا طنط، اما نشوف هيشتغل ولا لا. ودي عايزه كلام، هيشتغل طبعا، انا متاكد كل حاجه راكبه في مكانها وتمام التمام. طب يلا شغل يا زيكا. ايه ده، انت لسه يا زيكا بتصلح في الكمبيوتر من ساعتها؟ مش مهم الوقت يا زيكو، المهم انك تشتغل صح، المهم النتيجه. طيب وريني هيشتغل ازاي. اوكي، وصل الفيشه يا زيكو لو سمحت. لا لا لا، فيشه لا، انا مش مستغنى عن نفسي. ايه، الجبن سيد الاخلاق، وصليها انت يا زيزي. ولا انا، انا اوصل لك الفيش اهو، يلا شغل. شكرا يا طنط شفيقه، ودلوقتي بقى هفتح لكم الجهاز عشان تتأكدوا إن المهندس زيكا، قصدي الباش مهندس زيكا، قد المسؤولية وقدود. شغل بقى وخلصنا. أهو هشغل، 1 2. الحقوني. إيه ده، مين اللي قطع النور؟ يا زيكو أنت فين يا زيزي؟ زيزي طنط شفيقة، الحقوني، أنا مش شايف حد خالص يا ناس. إيه ده، عجبك كده يا زيكا؟
مش قلتلك نتصل بالمهندس؟ اهو الجهاز باظ، مين بقى اللي هيجيب لي جهاز تاني؟ اطمنوا اطمنوا، دي حاجة بسيطة. كل ده وحاجة بسيطة؟ ده انت غريب جدا. من فضلك يا زيكو خليك محضر خير، عندك كلمة حلوة قولها، ما عندكش اسكت. اه الله، اذا كان على الجهاز يا زيزي انا هصلحهولك. زيكا عشان خاطري ركز كويس. حاضر حاضر يا طنط شفيقة، هركز هركز وان شاء الله مش هتندموا ابدا. شفت يا موزة، عرفت بقى انك كنت ظالم بوجي؟ فعلا انا اتسرعت وحكمت عليه ظلم عم شكشك. لا لا، انت لازم تعتذر له، وبعد كده ما تبقاش تحكم على اي حد قبل ما تعرف الحقيقة. عندك حق يا عم شكشك، بس انا برضو كان غصبت عني يعني، ولا انا هشم على ظهر ايدي ان الطماطم مخطوفة؟ وبعدين ما هو معدي عليا الصبح ومسلم عليه وعناية في عينيه وما ردش عليا السلام، وهو ده اللي كان حاسس في نفسيتي شوي. نفسيتك؟ نفسيتك ايه وكلام فارغ ايه يا موزة؟ انت غلطان غلطان عشان فكرت في الحاجات الوحشة دي في بوجي. يعني هو لو كان رد عليا السلام كان هيخسر ايه؟ انت بتفهم ازاي بس يا موزة؟ بقولك بوجي كان زعلان على طماطم وخايف عليها وماشي وهو مش شايف اي حاجة. مش شايف ازاي يعني هو ماشي؟ هو ماشي مغمض عينيه. مغمض ايه يا ابني؟ اقولك روح روح شوف شغلك بقى، يلا يلا، مهما اشرح لك مش هتفهم، روح يا اخي. الله، شوف مش ازاي برضو من غير ما يقول انه هيعتذر لبوجي ولا لا. في ايه يا واد يا موزة؟ اعتذر له عم شكشك، والله العظيم اعتذر له. يا سلام، ومن اعمالكم سلط عليكم. الصحيح الكلام ده يا جمالات؟ كلام ايه يا عدلات؟ بيقولوا الكنز ضاع. هما كانوا لقيوه لما هيضيع؟ قصدي الورق اللي كان هيدلهم على مكانه. بوجي سلموا للعصابة. يعني العصابة كانت خطفة طماطم عشان الكنز؟ ضروري. أمال يعني علشان إيه؟ تعرفي يا عدلات، أنا قلبي كان حاسس إن الحارة بتاعتنا دي مش هتشوف الكنز أبدا. وهو حصل يا حبيبتي. هتقولي إيه بقى؟ ملناش نصيب. برافو ليك، المهم عرفت مكان الكنز فين؟ أهو عشان كده أنا طلبتك يا بص، أنا مش فاهم أي حاجة في الخريطة. إزاي الكلام ده؟ زي ما بقولك كده يا بص، طول الليل قاعد انا والناس اللي معايا بنبص على الخريطه عشان نفهم حاجه؟ ابدا. يظهر انك بقيت زيهم. جايز يا بص، لما بالليل يجي قوي. قصدك لما تبقى الدنيا ضلمه. اوكي ماشي يا بص، تاخد الخريطه معاك وتروح الالوان اللي هقولك عليه ده. write it down، اكتب يلا. هترسم ايه بقى يا بوجي؟ هترسم ايه؟ هترسم ايه؟ بتعمل ايه يا بوجي؟ بوجي انت عامل كده ليه؟ بتبص على ايه؟ بوجي بوجي بوجي، جرى ايه يا طماطم؟ في ايه؟ قطعتي حبل افكار يا شيخة. حبل؟ حبل ايه اللي انت بتبص عليه؟ انا مش شايفة حاجة خالص خالص. ايه انتي مش شايفاني مركز في التخيل؟ وهو اللي بيركز بيبص في السقف قوي كده. والله بقى كل واحد وليه طريقته. انتي دخلتي عليا زي القضاء المستعجل، ضيعتي من دماغي اللي انا كنت عايز ارسمه. ارسم انا ايه بقى دلوقتي؟ طب اقولك، تعالى نلعب بالالوان وسيبك من الرسم ده خالص. لا يا ستي، انا مش عايز العب، انا عايز ارسم. طب خلاص، انا هقعد اتفرج عليك واشوفك هترسم ايه. وانا ما بعرفش بقى اتخيل وحد قاعد جنبي. يا طمطم يا طمطم، ايه فيه ايه يا بوجي؟ تعالي يا ستي طمطم، تعالي بقى خدي طماطم من هنا عشان مش عارفه.